هذا. وتقبيل الرجل للرجل إذا التقيا هل تجزي المصافحة والسلام أم التقبيل أفضل؟ أما التقبيل لمن قدم من سفر فهو الأفضل، إذا لكن هل التقبيل في الخدود يقبل الرجل الرجل في خده كقبلة المرأة؟ هذا لم يعهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع للرجال مع بعضهم. أما تقبيل الرأس وارد خاصة لمن قدم من سفر. أما عند اللقاءات المعتادة بين الناس فيكفيه أن يصافح ويسلم.